الموجز الرياضي يأتيكم من القناة الإلكترونية الأولى في الجزائر جزائر تيب. أهلا بكم. بداية يحتضن ملعب 5 جويليا الأولمبي مساء غد الجمعة بداية من الساعة 6 مساء الدربي العاصمي الكبير رقم 96 بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر ضمن الجولة 11 من المحترف الأول في مباراة واعدة ستستقطب دون شك العديد من المتابعين والمهتمين بكرة القدم الجزائرية داخل الوطن وخارجه بالنظر لما يقدمه لنا هذا اللقاء المحلي من متعة وفرجة داخل الميدان وخاصة فوق المدرجات. وحسب الإحصائيات الخاصة بالمواجهات السابقة بين الفريقين يتقدم العميد ب 29 انتصارا مقابل 27 انتصارا للاتحاد بينما تعادل الناديان في 39 مباراة في كل المواجهات. في خبر آخر كشفت الفاف في بيان لها صادر يوم الأربعاء عن الموعد الرسمي لانطلاق تربص الخضر الاستعدادي لكأس أمم إفريقيا حيث سينطلق في 13 جانفي وينتهي في 11 فيفري. وقالت الفاف أن الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه سينطلقون في تربص الطوغو بداية من الأول إلى 10 جانفي حيث سيتم تنظيم مباراتين وديتين بين المنتخب الجزائري ونظيره الطوغولي في أول مواجهة وذلك يوم 5 جانفي فيما ستلعب المباراة الثانية يوم 9 جانفي من ذات العام أمام منتخب بوروندي فيما سينتقل القائد رياض محرز ورفقائه يوم 10 جانفي إلى مدينة بواكي في الكوتيفوار. في أخبار محترفين كشفت تقارير إعلامية بلجيكية أن النادي ويلفرهامبتون الإنجليزي يخطط بجدية لحسم صفقة اللاعب الدولي الجزائري محمد أمين عمورة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وبحسب ذات التقارير فإن إدارة الفريق معجبة كثيرا بإمكانيات عمورة وهو ما جعلها تسعى للتعاقد معه لتعويض رحيل المهاجم المكسيكي راول خيمينيز إلى فولام خلال الميركاتو الصيفية. كما أوضحت ذات التقارير بأن إدارة سان جيلواز البلجيكي ستطلب مبلغا في حدود 20 مليون يورو من أجل تسريح محمد أمين عمورة. ختاما وكما جرت العادة عنونت جريدة الجزائر سبور عنوانا مفاده الحلم يكبر تعلق الأمر بطموح اللاعب الجزائري عمورة الذي صرح بأنه يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي وأنه عانى كثيرا في مسيرته الرياضية. وقال عمورة أن مثله الأعلى في كرة القدم هو النجم زين الدين زيدان. نهاية الموجز الرياضي دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام الله عليكم. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.